السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا مع بعض نشوف المشهد ده. البنت والولد رايحين يستقبلوا أبوهم. قام الأب حمل الولد وقبله وترك الفتاة. هذا ليس من تعاليم الإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل قال: يا رسول الله، أريد أن أعطي ولدي عطية، يعني هبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل ولدك؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: اذهب وأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معه، فجاء ولده الصغير فمسح على رأسه وأجلسه على فخذه اليمنى، ثم جاءت بعد قليل فتاة ابنته فمسح على رأسها وأجلسها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا وضعتها على فخذك اليسرى؟ قال: نعم أفعل يا رسول الله. قال: الآن عدلت. هو العدل بين الأولاد، ما تعملوش تفرقة ما بين الأولاد. إذا قبلت واحد قبل الثاني، لما تشيل واحد شيل الثاني، لما تجيب حاجة لواحد هات للثاني، عشان ما تعملش فرقة ما بين الأولاد، وما تعملش ضغينة وكراهية ما بينهم. أنت اللي هتدمر مستقبل أولادك بإيدك، ما تفرقش ما بينهم. عامل الولد زي البنت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم.